احنا لسه لينا حوار عن عبد الحليم وعن المداعبات بتاعته. يعني ادينا بنفكرك برضه بعبد الحليم طبعا. يعني اصلا واصل المشكله ان عبد الحليم ده موجود على طول على طول. يعني مهما يعني مثلا ايه اذا سمعت غنوه جديده مثلا او عبد الحليم قايل نفس المضمون ده ولاقي ان هو عب حاجات كتيره جدا يعني. وبعدين اقول ان هو يعني لازلنا نسكن كلنا عنواننا الغنائي حنجرة عبد الحليم. يعني كل غنوه عملها عبد الحليم بتشكل جزء من ذكريات حياتنا كلنا. يعني كبار وصغيرين عشان يعني. كده بقول لك هو الحاضر الغائب. يعني امتى الاستاذ وجدي الحكيم بيعيش ساعه صفا؟ بحرص ان اروح اسكندريه لا واقعد مني للبحر. يعني اقعد 24 ساعه او 48 ساعه اطل من شقتي على البحر فقط بس. لان انا ما بحتملش منظر فانيلات كات او غسيل منشور. فالزاويه بتاعت البيت اللي فيه مني للبحر كده. يعني ممكن لو ربنا يعني اداني شويه قوه ابصار اشوف قبرص. يا سلام. فبستمتع بالامتداد بتاع البحر ده واحس ان انا يعني قعدت في حاله صفاء. يعني ايه من ارهاق القاهره وزحمتها وتلوثها وده بيعني على ان انا استأنف نشاطي مره اخرى. انما مش مع حد. لا حد ايه بقى، ما كفايه الحد كفايه كتير قوي يعني. طب هو عشنا في الزمن كان كلهم. طب انا برضو لازم اسال اقول مفيش يعني او نقدر نقول ايه هي ساعه الصفا اللي مرت في حياتك ولا تنسى؟ هي ما كانتش ساعة صفا بالمعنى ان انا قعدت في ساعة صفاء. انما هي كانت لحظة ساعة ما انساهاش. ايه بقى؟ اول تسجيل اجري مع ام كلثوم. طبعا كان حلم حياتي ان انا اسجل مع ام كلثوم. حد يعني هذه الدنيا المجهولة، ده حلم كل الناس. اخش هذه الدنيا واطل على الجانب الاخر من ام كلثوم، خصوصا ان هي 18 سنه ترفض. منذ ان دخلت الاذاعه ولحد سنه 72 وانا الح كل ما جمعتنا الظروف في التسجيلات وبتاع ان انا اقولها وهي الرفض القاطع يعني. طبعا الى ان وافقت على اساس انها بتعمل نوع من الدعايه لمشروع دار الخير لام كلثوم. اول هذه الساعه بقى انا اقول لك ايه، ولا ساعه صفاء ولا ساعه اي حاجه، انما كنتش مصدق نفسي. يعني ان انا اقعد واسجل لام كلثوم وان انا ابقى الاذاعه الوحيد اللي تختار ويعمل هذا العمل. طبعا كان يوم كله توتر. كان ايه بقى، في حفله ولا كان لا في بيتها؟ لا كان في بيتها. وكانت جايبه كل عيلتها، كل قرايبها جايين. وهي جايه عايزه تأتنس بيهم. اللي بيها لم لانها هايبه الميكروفون جدا. هي متعوده على الميكروفون كغناء، انما ككلام خايف انه يسحب، اي تتكلم كلام يسحب من رصيدها. فجايبه كل العيله، ومن ضمنهم بقى كان مرحوم محمد الدسوقي، ده كان رئيسي. طب بس انا عايز اسال سؤال، لما هي جايه ومعايا عيلتها ممكن توصف لنا عائلتها كان شكلهم ايه؟ كلهم بقى اولاد اولاد اخوها اولاد اخواتها كفر وزوجاتهم وزوجاتهم وكلهم يعني ناس شيك قوي كانوا. يعني اللي عايشين في القاهره يعني جلاليب ولا لا 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 جايين بلا لو ده الهوانم. لا كانوا هوانم فساتين يعني. والكلام ده بقى في 72. واقول لك انه طبعا انا كنت عايز اتخلص من رهبه اللحظه دي طبعا، ان انا اسجل في وسط هذا الجمع وبسجل مع ام كلثوم. فطبعا اقول لك ان انا قعدت لحظات اجمع فيها نفسي اللي انت بتتكلمي عنها دي بقى، لحظات الصفاء دي. ان انا قلت يعني لابد ان انا اخترق جدار الخوف اللي هيخليني اتوتر وبالتالي حنقل التوتر لام كلثوم اكيد. فقعدت استجمعت نفسي فلقيت هي بتتكلم مع الاستاذ محمد الدسوقي في موضوع يخص بعض ابن اختها لو كان وبتتكلم معاه في موضوع يخص بعض الشخصيات. فلقيت نفسي داخل في الحوار معاها. فبدات تقول الله ده انت عارف، طب تعالى جنبي بقى. خلاص بقى خلاص راحت قربت وبدات هي ده وبدانا نسجل.
بس التسجيل اللي عملناه اول يوم ده خدته هي. اه قالت لما اسمعه كده والاقي نفسي كويسه اقول لك نكمل. يعني كانت لازم توافق عليه هي؟ اه كان لازم توافق. فخدته وسابتني اسبوعين ربنا يعلم بيا عشان يعني اخد التسجيل وخدته بالصدفه يعني. اه خدت التسجيل. اه لانه قابلني فاروق ابراهيم قال احنا امبارح كنا في سيرتك. اه قلت له مع مين؟ قال مع ست ام كلثوم. قلت له قلت لك ايه؟ قال لي قالت لي انك انت سجلت معاها وسبت السرايات وما رحتش تاخدها. انا كان عندي عربيه اياميها وكنا على باب ماسبيرو. آه. انا سبت العربيه وجريت يعني جريت الكورنيش ورحت على الزمالك. رحت بنهج قلت انت جاي بتجري ولا؟ قلت لها قلت لي ليه؟ قلت لها عشان فاروق قال لي كذا كذا. قالت اه ما انت ما جيتش تاخد السرايات. قلت لها انا مستني تليفون. قالت هو في تليفونات؟ ما انت عارف ازمه التليفونات في مصر. كان اياميها تليفونات في مصر طبعا. بس بقول لك كانت اسعد لحظات حياتي.